الخير على حضرتكم. اهلا بكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاثنين 13 3 23 الحقيقه انه يوم آه 13 مارس غاب كثيرا عن اذهاننا لسنوات طويله كعيد للفن آه العيد ده بدا يوم 8 اكتوبر 76 لما اقترحوا الرئيس الراحل آه أنور السادات لتكريم الفنانين ومنح شهادات وجوائز للجداره الفنيه وشهادات تكريم للفنانين استمر هذا العيد وشفنا فيه تكريم فنانين كتير فريد شوقي زينات صدقي عدد كبير جدا من الفنانين في عصر الرئيس انور السادات تم تكريمهم ومعروف ان الرئيس انور السادات بدا فنانا وكان ليه دور صغير في احد الافلام وكان بيقدر الحته الفنيه دي وكانت بتشغل باله وكان ده بيبان حتى في طريقه لبسه وفي طريقه كلامه وفي طريقه تعامله مع الاعلام ومع وسائل الاعلام كمان الاجنبيه. يعني الحته دي كانت بتفرق معاه في شخصيته هو بشكل فردي يعني وقدم الحقيقه حاجات قرارات ما تنفذتش من ضمنها التامين الشامل على الفنانين ومن ضمنها الاعفاء ل 25% من دخل الفنان دون ضريبه دون فرض ضريبه عليه ومن ضمنها دول ما تنفذوش لكن من ضمنهم حاجه اتنفذت جزئيا وهي فكره حق الاداء العلني، حق الاداء العلني اللي بيمنح للمبدع انه كل مره يعرض ابداعه على الجمهور يرجع له يعني جزء معين من من الفلوس او مش جزء مش كانه هو اللي دافع لكن يعني هو خد اجره اولا عن هذا العمل لكن كل مره بيعرض العمل بياخد اجر تاني اسمه حق الاداء العلني لكن حتى الان لم نرى تطبيقا حقيقيا لهذا الحق الا ربما في نقابه الموسيقيين في مره كنت بتحدث مع الفنان العظيم نور الشريف الراحل الكريم والصديق العزيز فقال لي انه احنا ابداعنا بيقدروه انه ابداع غير اصيل بمعنى انه حق الاداء العلني يجوز فقط للمؤلف والمخرج ربما في السينما طبق آه هذا الموضوع آه ما اعرفش اذا كان مازال يعني موجود ولا لا بيعتبروا الابداع الاصيل هو الابداع الاول الابداع اللي هو من عدم اللي هو الكلمه والاخراج لكن ربما يعتبروا ابداع الممثل ابداع تالي او ابداع مبني على الابداع الاول، لكن هو في الحقيقه انه ابداع الفنان الممثل هو ابداع ايضا من عدم لانه المخرج يتوقف دوره عند رسم اطار او برواز، زي البرواز اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي بتتفرجوا عليا فيه. البرواز ده هو دور المخرج انه الشخصيه حدودها كده، لكن من يملا هذا البرواز بالحياه وبالتفاصيل وبالخبرات وبال وبتبرير حتى الكلمات والحركات وتنعيم آه أطر الأداء ما بين الفنانين وبعضهم هو الممثل فهو الحقيقة في رأيي أيضا إبداعا أصيلا ما علينا يستمر 13 مارس في التجاهل وعدم الاحتفال طول فترة الرئيس محمد حسني مبارك بالكامل وتعاد آه الفكره طرحا طبعا ولا يلتفت اليها محمد مرسي من اصل، لكن في عهد الرئيس العظيم عدلي منصور، المستشار عدلي منصور ربنا يديله الصحه ويطول عمره، 2014 اقيم الاحتفال مره اخرى باتصالات كثيره من الفنان الكبير هاني مهنا ربنا يطول عمره لما كان رئيسا للنقابات الفنية الثلاث والحقيقة انه في هذا اليوم 13 مارس 2000 هو هو توقف سنة 80 تقريبا ثانية واحدة عشان برضو عايز ابقى بقول لحضراتكم كلام يعني مهم اه هو العيد كان اخر احتفال بيه كان سنة 80 وفي في عام 2014 وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان وزير للدفاع في هذا الوقت وشفتوا اقبال الفنانين وحبهم لي في هذا اليوم تم تكريم كم من رموزنا وكان القياده السياسيه وعت انهم لن يطيلوا البقاء معنا تم تكريم في هذا اليوم فنانه مجده الصباحي المنتجه والممثله الكبيره ذات التاثير العظيم في في السينما العربيه الحقيقه مره نور الشريف قال لي جمله بتالي ممكن اقولها دلوقتي بعد ما كله لقى ربه ان كانت مجده ولا فاتن ولا نور الشريف نفسه قال لي مجده اهم من فاتن حمامه في السينما لانها انتجت انتجت اعمال مهمه زي أنف وتلات عيون وزي اين عمري وزي العمر لحظه اللي وثق للمعركه و وطبعا هي كممثله بقى كان ليها ادوار لا تنسى زي جميله ابو حريد اللي هو كان اخراج يوسف شاهين وكان عن البطله الجزائريه المناضله المناضله العظيمه ايضا في هذا اليوم تم تكريم السيده مريم فخر الدين الفنانه الكبيره والفنانه نجاة الصغيره ربنا يطول عمرها ذات التاثير الساحر على مدار كل الاجيال في آه في لسان العرب اللي مش مصدق يسمع كده اغنيه قديمه لنجاه انا بستناك مثلا وسيندهش من حجم الاعجاب الطاغي والتصفيق المفزع لنجاه يمكن وقتها ما كانش حد بيحصل على هذا الاعجاب من الجمهور بالشكل المباشر ده غير ام كلثوم وعبد الحليم طبعا الطفره الفنيه العظيمه ايضا تم تكريم مديحه يسري تم تكريم سميحة أيوب فاتن حمامة شادية نادية لطفي وأيضا تم تكريم رموز عظيمة في تاريخنا زي الفنان اسم الفنان الراحل والمطرب والممثل محمد فوزي المخرج السينمائي الرائع عز الدين ذو الفقار الممثل العبقري رشدي أبازة السيناريست الكبير عبد الحي أديب والمغني النوبي الكبير الحج أحمد منيب ليصبح 13 مارس مرة تانية عيدا للفن ولتكريم الفنانين شكرا لعادل أديب المخرج اللي اقتطفت أجزاء من المقالة اللي كتبها في اليوم السابع في 13 مارس 2020 والحقيقة أنه عايز أختم مقدمتي دي بجملتين قالهم المؤرخ المصري الرائع جمال حمدان وانتم عارفين ان المؤرخين ما بتتوقفش جملهم ومعانيهم عند العصر اللي كتبوا فيه لانه مؤرخ يطاول التاريخ بمعنى انه تظل لمده كبيره اقواله مهمه شوفوا مثلا كتب ايه؟ قال ان ما نحتاج ان ما تحتاجه مصر اساسا انما هو ثوره نفسيه بمعنى ثوره على نفسها اولا وعلى نفسيتها ثانيا. اي تغيير جذري في العقليه والمثل وايديولوجيه الحياه طريقه التفكير في الحياه. قبل اي تغيير حقيقي في حياتها وكيانها ومصيرها. تحتاج مصر لثوره في الشخصيه المصريه وعلى الشخصيه المصريه. ذلك هو الشرط المسبق لتغيير شخصيه مصر وكيان مصر. ومستقبل مصر، جمال حمدان في المؤرخ العبقري أو الكتاب العبقري اللي هو شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان. كل سنة وكل فنانين مصر بخير، المحترفين منهم والهواة، كل طفل ماسك ورقة وقلم وبيرسم، كل بنت جميلة ماسكة وردة وبتحاول تكتب كلمات بسيطة من الشعر أو من النسر أو من الأدب أو من قصة قصيرة كل مبدع أيا كان فنانا تشكيليا ممثلا مخرجا كاتبا مهندسا للديكور مساهما بأي شكل في العملية الفنية بكل أنواعها كل سنة وانتم طيبين وبنشكر نقباء الفنانين اللي بيكافحوا بقتال بدرجة تصل إلي القتال لكي يضمنوا لمسيره الفن تقدما واستمرارا في مكافحه الضريبه على مش عارف ايه والضريبه على ايه والضريبه ايه والفاتوره لايه والرسوم لايه ومستوى انا شخصيا بتكلم عن نقابتي نقابه المهن التمثيليه تدنى مستوى اجور الفنانين اوعوا تفتكروا ان الفنانين في مصر هم أحمد السقة وأحمد عز وشريف منير و... وبسمة ومنازك لا دي طبقة قليلة جدا حينما نتحدث عن معاناة الفنان المصري لا تمثل ولا خمسة في المية من الفنانين لكن هناك آلاف من الفنانين في كل نقابة يعني مش عايز أقول يتألمون من ضيق العيش ومن ضيق ذات اليد. وارجو ارجو ان نعيد التفكير في هذه الفنون بشكل مختلف، كل سنه وانتم طيبين مره اخرى. النهارده هيكون عندنا فقره للحوار مهمه هيشرفنا في استوديو مساء الخير دكتور محمد اليمني الخبير في العلاقات الدوليه بمركز الدراسات الاستراتيجيه للحديث عن القضايا المهمه والرسائل اللي أثيرت في المؤتمر الصحفي اليوم اللي أقيم بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك بقصر الاتحادية. وطبعا دي بداية أخبارنا استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية لمتى فريد ريكسن فريدريكسن رئيس وزراء الدنمارك وحيث صرح المستشار أحمد فهمي أه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك، ثلاثة جلسة موسعة ضمن وفدي البلدين أعرب الجانبان خلالها عن التطلع لأن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن <applause> الى مصر في تعزيز علاقات الصداقه بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات، خصوصاً مع مرور 65 سنه على بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. اللقاء تناول ابرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدنمارك، وخصوصاً ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركيه في مصر في عدد من القطاعات الحيويه كالنقل والشحن البحري اللي هم متميزين فيه جداً جداً. والطاقه المتجدده ايضا والنظيفه برضو هم مسابقيننا كتير واكد الرئيس عزم مصر على تقديم كافه التسهيلات لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركيه العملاقه في مصر بما في ذلك انشاء محور اقليمي لانتاج الوقود الاخضر للسفن. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع مع حضرت. جزء مهم اقتطفه من كلمة السيد الرئيس النهاردة وقلته من شوية في الخبر لكن هعيد عليه ترحيب السيد الرئيس برئيس وزراء الدنمارك والوفد الميتا فريدريكسن والوفد المرافق لسيادتها خلال زيارتها لمصر وقال سعداء بوجودك في مصر وسعداء بمرور 65 سنة على التمثيل الدبلوماسي بين مصر والدنمارك وأقدر جدا جدا المباحثات التي تمت اليوم وحجم التفاهم خلال حديثنا سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الوفدين وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك اللي هنشوف اللي, أجري النهاردة في قصر الاتحادية بعد الـ الجلسات الـ اللي أقيمت للحوار بين مصر والدنمارك وقال لقد تحدثنا مع رئيسة الوزراء على المستوى الثنائي في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات قبل ما أقول لحضراتكم أيضا جزء من ما قالته ميتا فريدريكسون النهاردة في المؤتمر الصحفي أقول لكم كمان أن الرئيس تحدث عن توافق وتفهم كبير بين مصر والدنمارك في أهمية وجود اتفاق قانوني ملزم ومحدد لسد النهضة الإثيوبي وأعلن مرة أخرى استعداد مصر للتكا... للتشارك بالخبرات في تنميه اثيوبيا وانه احنا مش ضد تنميه اثيوبيا ابدا لكن بحيث لا تضر المواطن المصري في الدوله الاكثر جفافا في العالم وهي مصر وطبعا ده معناه نسبه الميه المتاحه لكل مواطن من النهر قد ايه وعدد المواطنين قد ايه من ناحيتها قدمت ميتا فريدريكسون رئيس وزراء الدنمارك الشكر لمصر قياده وشعبا <applause> وللرئيس السيسي شخصيا على ما يتم في القاره الافريقيه واكدت انها سعيده بزياره مصر وقالت خلال المؤتمر الصحفي ان العلاقات المصريه مع بلادها اصبحت اكثر قوه واحنا طبعا هنحلل الكلام اللي جه في المؤتمر الصحفي وفي مباحثات الرئيسين والوفدين كمان بشكل عام دكتور مصطفى مدبولي <applause> رئيس مجلس الوزراء المصري في لقائه مع ميتا فريدريكسون رئيس وزراء الدنمارك مصر والدنمارك يمددان اتفاقية التعاون الاستراتيجي بشأن الطاقة لمدة خمس سنين أه شهد الرئيس وزراء البلدين النهاردة التوقيع على تمديد اتفاق اه اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك وقع على اتفاقية التمديد دكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلا عن جمهورية مصر العربيه سيت السفير سيفند اولينج سفير الدنمارك في القاهره تعالوا نشوف جزء من هذا التوقيع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتكم. نشهد الان التوقيع على تمديد اتفاق التعاون القطاعي الاستراتيجي بشان الطاقه وتنفيذ المساعده الفنيه العينيه بين مصر والدنمارك يوقعه عن الجانب المصري السيد الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقه المتجدده وعن الجانب الدنماركي السيد السفير سيفين اولين سفير الدنمارك بالقاهره على فكره قبل ما اسيب الدنمارك مؤقتا يعني حتى فقره الحوار اقول لحضراتكم ان دي دول مهمه جدا ودول و و من نوع مختلف دول أوروبية اسكندنافيا دي دول اللي هي السويد والدنمارك و هما خمس دول أيسلندا والنرويج وفنلندا هما دول الخمسة يعني دي دول مهمة جدا والحقيقة اتشرفت مع قداسه البابا كنت من ضمن الوفد الاعلامي في زياره قداسه البابا للنرويج وفنلندا في 2014 ولمست قد ايه الناس دي مستوى مستوى الحياه في هذه الدول مستوى مهم جدا والمواطنين هناك عندهم وجهه نظر كده وعندهم رؤيه ثقافيه للحياه بعكس دول كبيرة كتير عندها فلوس لكن ما عندهاش هذه الدرجة من الوعي ومن الحضارة ومن مستوى المعيشة كمان العالي يعني خلوني أروح مع حضراتكم ل اليوم الثاني للبرنامج التدريبي قادة جيل اتنين اللي بينظموا معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي تحت رعاية أستاذ دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنظيم وتنسيق من استاذ الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القاده والبرنامج التدريبي ده انطلاق من حرص الدوله المصريه لتاصيل المعتقدات الدينيه والموروثات الثقافيه والمجتمعيه الاصيله والعمل على نشر الوعي لدى المجتمع المصري بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنه عليا لمواجهه الارهاب والتطرف والافكار الهدامه والمفاهيم غير السويه بمشاركه ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الدينيه ومؤسسات الدوله المختلفه. خلال محاضره التسامح ونبذ العنف اللي حاضر فيها نيافه الحبر جليل الانبا ارميه الاسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي ورئيس قناه ميسات اوضح ان الله يريد من البشر جميعا ان يعيشوا على اساس من الود والتسامح والمحبه ونبذ الكراهيه والعنف والسعي للسلام. لذا اصبح تحقيق السلام امر هام وعلى البشر جميعا ان يعملوا على تحقيقه والمحافظه عليه في حياتهم. كمان قال انبا ان ثقافه التسامح من الثقافات اللي بتحقق السلام لانه بت... بيعلم الانسان التعايش والحوار مع الاخر المختلف عنه في الثقافه، في الدين، في العقيده وانها تتطلب السمو عن آه الخلافات بالصراعات وال والقوه لكن التسامح يعني القدره على الوصول لقواعد انسانيه مشتركه لايجاد حلول لهذه المشاكل ايران ايران مش عارف ازاي قدرت الحقيقه تصل لهذا الحوار الجديد بينها وبين السعوديه و المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يؤكد أهمية العلاقة بين إيران ومصر وإحنا طبعا لازم برضو نشوف مصر فين من هذا التقارب الجديد وقال مصر دولة مهمة في المنطقة والمنطقة بحاجة للتآزر بين إيران ومصر نحن نؤمن باتخاذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية في بكين بخصوصه قال آه ناصر كنعاني <applause> المتحدث باسم وزير الخارجيه الايراني ان خارجيه السعوديه وايران تعملان على التحضير للاتصالات واللقاءات بين وزيري خارجيه البلدين سمو الامير فيصل بن فرحان و آه <applause> السيد حسين امير عبد اللهيان ونامل ان يتم ذلك في المستقبل القريب بناء على النوايا الحسنه الموجوده محمود كمال الباحث المتخصص في شؤون الامن الاقليمي مساء الخير يا فندم الو استاذ محمود الو الو, ألو؟ اهلا بيك يا استاذ محمود خلاص يا جماعه استاذ محمود جه آه بدايه كده عايز اعرف منك ازاي استطاعت ايران ان تحصل على هذا التقارب بينها وبين السعودية وما هي الجسور اللي, اللي عرفنا إنها مدت يعني لكي تكسر هذه العداوة المستحكمة ومحاولات إيران إحاطة وتسوير السعودية بالهلال الشيعي إيران والعراق واليمن تحت الميليشيات اللي موجودة فيها إيه اللي تعرفوا عن هذا الموضوع؟ استاذ محمود انت كنت معانا رحت فين سامع حضرتك كده كده سامعني طيب اه دلوقتي انا سامعك تمام ايران على على ايران فاخر عامين لا بس حضرتك بس اتكرم عليا واتكلم بالراحه عشان فضل. نقدر نفهم الحروف اتفضل ايران على مدار عامين حاولت تتكرم من خلال تصريحات وزيره الخارجيه واكثر من مسؤول ايراني ان هي تعمل علاقات مع السعوديه وتعود العلاقات. أي. القصه كلها في ان الصين وروسيا، روسيا والصين لعبوا ادوارا كبيره جدا في هذه العمليه. ليه بقى؟ الحي... ليه بقى؟ ليه؟ انت في... انت في الوضع الراهن كل واحد عايز يقول انا موجود في الشرق الاوسط انا اللي ليا الغلبه انا اللي اقدر انا اكثر قوه واكثر حلو قوي يعني تاكيدا للنفوذ الصيني والروسي نعم يعني بص خلينا ناخد الموضوع كده نقاط في نقاط اتفضل هذا الصلح اولا قصه الصلح اهم نقطه فيه انهى الهيمنه الامريكيه على منطقة الشرق الأوسط وأنا عملية القطب الأوحد وأنهى قصة إن أمريكا هي طوال الوقت هي المندوب السامي الخليجي يعني احنا معظم الأحداث خلال السنوات الأخيرة كانت أمريكا هي اللي بتنوب على الخليج في كل هذه الأمور أو من خلال الوساطة أو غيرها من الأمور فبالتالي الصين أنهت قصة القطب الأوحد ليه؟ خلي بالك حضرتك لا لا استناني المهم. استناني بس استناني بس م. بلاش شغل التدريس ده في الجامعة خليك معايا قول لي حلل لي ازاي تقارب ايران والسعوديه بوساطه صينيه وروسيه ينهي الهيمنه الامريكيه في المنطقه اولا اللي حصل دلوقتي ان اولا النهارده ان المصالح تصالحت بمعنى امريكا الان هي متفقه مع الكيان الصهيوني لضرب ايران بسبب النووي واكتمال ايران من النووي فاذا النهارده الصين وروسيا استغلوا هذه الامور وعلى فكره كان في مجهودات كبيره جدا من قبل سلطنه عمان والعراق يعني عمان والعراق هي اكثر الدول العربيه التي لعبت ادوارا هامه جدا في الصلح ما بين السعوديه وطهران لكن هناك أيه. سؤال اهم أيه. هل سيستمر الصلح السعودي لا لا, لا معلش اسمح لي يعني بما ان انا اللي بسال وانت اللي بتجاوب يعني انت تقصد يا استاذي انه الابتزاز الامريكي اللي مارسته امريكا على السعوديه ودول الخليج تخويفا دائما من ايران هو ده اللي هينتهي دلوقتي بهذه المصالحه لا اولا هذا لن يحدث ايران زيها زي الاخوان زي اسرائيل لا عهد ولا وعد لهم آه. هذا الصلح لن يتم ولن يكتمل هذا الصلح سيكون ظاهريا نفس قصة العلاقات بين العرب وإسرائيل العلاقات العربية الإسرائيلية موجودة ظاهريا وزيارات هنا وهناك وعلاقات لكن في النهاية ما في القلب وما معرف في الاستراتيجية والأمن القومي أن الكيان الصهيوني هو أكبر عدو لمصر والوطن العربي نفس القصة فتظل إيران هي أكبر عدو للسعودية والخليج العربي وإيران لن تنسى حلم الخليج الفارسي وإيران ننتفي بوعودها فإيران تمارس مبدأ التقية السياسية القصة كلها أنت تقصد التقية بمعنى إنه يكذب وهو آه يجدب. آه يدمر آه شيء ثاني آه طب آه ليه, ليه, ليه آه أنت مصر السياسي. ليه قول لي طيب ليه أنت مصر مثلا إنه إيران مش عايز أقول أسامي عشان م. ما تقوليش لا ده دول كذا وده دول كذا لكن م. ليه أنت مصر إنه في دول تانية تقاربت مثل مثلا مع مصر في الفترة الأخيرة وأثبتت حسن نواياها ليه أنت شايف أنه إيران مش هتخف من هذا الحصار الشيعي حوالين السعودية ليه مصالحها بقى في لبنان وفي, وفي, اليمن وفي العراق وما إلى ذلك اولا لازم نعرف ان موقف مصر في السياسه الخارجيه واضح تماما وهو اي اتفاق هيخفف من حدث التوتر في المنطقه ويعزز دعم الاستقرار والحفاظ على مخدرات الامن القومي العربي ده مصر بتدعمه صحيح. مصر تتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف طبعا. بمعنى ان مصر دائما تفتح ذراعيها لاي علاقات والحمد لله كلنا شفنا ان قطر وتركيا وغيرها من الدول هم الذين جاؤوا الى مصر صحيح. نتيجه قوه مصر نتيجه كمان حتى تركيا هتيجي مش قصه زلزال تركيا جايه جايه لان مصر هي لما النهارده لما احنا عملنا اكتشفنا الغاز وترقصنا منتدى شرق المتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال سيادته احنا جبنا جون لما اكتشفنا حقول الغاز دي حقيقه لان العلاقات بين الدول لا تعرف سوى الاهداف والمصالح والرؤى والاستراتيجيه المشتركه طيب بس فطورة... انت انت انا انا اديت لك مصر كمثال مش عشان تكلمني على علاقات مصر لا انا بتكلم حضرتك على نقطه مصر مهمة معلش ايوه قول لي بقى قول ليه انت مش واثق في ايران ان هي هتثبت حسن نواياها بخطوات على الارض اولا القصه في ايران ان ايران تريد تخفيف وطئه الاعداء بمعنى ايران مش عايزه ان يبقى كل الدول ضدها حاليا امريكا والكيان وهي ايران عارفه ان الدول العرب بص ايران عارفه ان اسرائيل لن تستطيع ضرب ايران الا من خلال على الاقل وقوف بعض الدول العربيه معها ده جزء الجزء الثاني بدل ما انا كل دولة يبقوا اعدائي المانع ان أنا على الاقل اعمل نوع من انواع الحياد في العلاقات تمام حتى يثبت حسن النوايا ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. طيب اسالك من سؤال اخير من غير ما تتضايق مني عشان انا بلف وادور حوالين نفس النقطه. م. اسالك؟ اتفضل تحت امرك طبعا مفيش مضايقة ولا حاجة طيب ده شرف ليا اتفضل. انت كده جاوبتني عن سؤال لماذا حاولت ايران ان تقترب من السعودية؟ لكن انا بعيد عليك علامة الاستفهام، لماذا انت متاكد ان ايران لن بخطوات على الارض لن تفعل ما يثبت حسن نواياها تجاه السعودية؟ لأن المخطط واضح آه تماما، إيران لن تتنازل عن الخليج الفارسي، إيران لديها استراتيجية وطموح واضح، إيران هي من دعمت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن، تمام. وإيران هي من تآمرت ضد الوطن العربي وضد الخليج وهي دعمت الإرهاب، زي ما قلت لحضرتك مبدأ التقية السياسية وإيران بسكت. نفس أسلوب الكيان المحتل، نفس السياسة، نفس الاستراتيجية، القصة كلها زي ما قلت لحضرتك أن إيران وجدت هناك انها تم محاصرتها يعني هي ارادت ان تحاصر العرب بالهلال <applause> الشيعه عن طريق اليمن وسوريا ولبنان والعراق لكن استطاعت السعوديه والامارات بالتعاون مع مصر ان هم يواجهوا كل هذا النفوذ وتم التقارب العراقي مع مصر وخلي بال حضرتك انت هترى قريبا قبل عمليه الصلح مع ايران كتبت على صفحتي الشخصيه وقلت ان زياره الرئيس السوري بشار الاسد القريبه للسعوديه مش هنتفاجئ تماما عندما نجد ان الرئيس السوري في قلب السعوديه الامارات والسعوديه ومصر عندما اعادوا العلاقات مع سوريا وعندما استمروا في دعم لبنان وعندما نجحت السعوديه والامارات في مواجهه النفوذ الايراني في اليمن وكل هذه التحركات احبطت ايضا ما كانت تطمح اليه ايران في المنطقه إيران لم يعني لم تجني ما أرادت أن تحققه لا على مستوى الهلال الشيعي ووجدت نفسها محاصرة وأدركت تماما أن الوطن العربي سواء السعودية أو الإمارات أو مصر كلها دول هامة جدا فهي بتحاول نوع من أنواع الخداع أو نوع من أنواع الكذب والمماطلة المؤقت والأيام بيننا أتمنى طبعا نحفظ الله السعودية والخليج والوطن العربي لكن في أقرب وقت للأسف ستجد عمليات إرهابية واستهداف للمملكة العربية السعودية yeah. وثم من يقف وراءها هي إيران يعني هنلتقي خلال ثلاثة أربع شهور وأفكر حضرتك بسكرة. أن هذه الاتفاقية لن تكتمل لأن السياسة والاستراتيجية الإيرانية لا تتفق تماما مع هذه المصالحة التي أسميها مصالحة وهمية ولكنها أكدت على نقطة هامة جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد بمقدر بمقدارها ان هي تكون فاعله في منطقه الشرق الاوسط وعايز اقول لحضرتك كمان ما يحدث الان من افلاس في البنوك الامريكيه هو تشييع الدولار وتشييع الاقتصاد الامريكي الى ده, أقل. ده, ده له بقى حديث اخر تبقى تنورنا لما نحس كده بشكرك محمود كمال الباحث المتخصص في شؤون الامن الاقليمي تبقى تنورنا بقى لما نحس كده ان عملات المنطقه صعدت صعودا كبيرا آه بعد افلاس آه بنك آه سوليفن آه الحقيقه انه شكرا جدا لمحمود كمال على هذا التحليل مش لاني اتفق او اختلف ده تخصصه وهو الاولى بتقديمه لكن آه الحقيقه ايران يعني ما فعلته في المنطقه وما فعلته في العالم من جرائم القتل ومن ومن اعدام الحريه في ممثله في طلبه الجامعات والسيدات والكاتبات والفنانات حياة الشيء هو شكل من أشكال الحكم الديني اللي بنرفضه سواء في إيران سواء في باكستان سواء في إسرائيل أيضا سواء كل الدول اللي بيسموها الحكم الثيوقراطي أو الحكم الإلهي لكن للأسف هم لا, هم لا يحكمون حكما إلهيا ولكنهم يتزرعون أو يتمسحون بأنهم يحكمون باسم الله أو باسم الدين ويرتكبون الفضائع دائماً، نشوفكم بعد فاصل قصير اهلا بحضراتكم معانا مره تانية نكمل اخبارنا والخبر اللي جاي عن اجتماع مهم داخل جامعه الدول العربيه لدراسه مشروع قانون استرشادي لمنع خطاب الكراهيه. اداره الشؤون القانونيه بالجامعه العربيه عقدت الاجتماع العاشر للجنه المشتركه المكونه من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخليه وجهات معنيه في الدول الاعضاء لدراسه مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهيه والاجتماع عقد بمقر الامانه العامه لجامعه الدول العربيه المشروع اقترحته وزاره العدل بدوله الكويت عام 2018 وافادت وزير مفوض دكتور مهاب خيت مدير اداره الشؤون القانونيه بجامعه الدول العربيه ان انعقاد هذا الاجتماع جاء لتنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب في دور دورته العاديه ال 38 بتاريخ 20 اكتوبر من العام الماضي لدراسه مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهيه، الاجتماع شارك فيه ممثلو وزارات العدل ووزارات الداخليه والجهات المعنيه في الدول العربيه. الحقيقه يعني ربما يعني تحسوا ان في أسئلة منطقية ما جدوى مثلا هذا المشروع هل الدول العربية لديها خطاب كراهية يمكن أن تمنعه تجاه الآخر أيا كان هو الآخر ثقافة التسامح اللي لسه كنا بنتكلم عنها في كلمة نيافة الأنبا أرمية هل تحل بديلا في الخطاب العربي لكن الحقيقة في سؤال أهم يعني إذا كان وزارة العدل في الكويت اقترحت هذا القانون 2018 احنا في 2023 أنا بستعجب لماذا تكون الخطوات بطيئة بهذا الشكل ربما الأيام القادمة لو أقر هذا القانون نقدر نتساءل مع حد متخصص أكثر حول هذه النقطة أروح مع حضراتكم لرئيس مجلس النواب اللي في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى بأعمال الجمعية المية ستة واربعين للاتحاد البرلماني الدولي آه والاجتماعات ذات آه الصلة آه بيلقي كلمة أمام هذه الجمعية الاجتماعات والفعاليات منعقدة في مملكة البحرين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري القى كلمه بشان موضوع المناقشه العامه للجمعيه وهو تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشامله للجميع بين قوسين مكافحه التعصب. يبدو ان هذا الموضوع يعني واخد قدر كبير من الاهتمام في جامعه الدول العربيه في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في اه 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 ايضا في اه اه معلش ثانيه واحده بس هراجع كده عشان اقول لحضراتكم ايضا في الخبر اللي قلناه الخاص بفعاليات برنامج التدريبي قاده جيل اثنين اللي بينظمها معهد اعداد القاده بوزاره التعليم العالي فيبدو ان موضوع التسامح يعني مخصص له عناوين كثيره في الفعاليات المصرية والعربية هذه الأيام المستشار دكتور حنفي جبالي يؤكد خلال كلمته على أن قضية إدارة التنوع والاختلاف مثلت تحدي كبير أمام التطور الإنساني والحضاري منذ بدء الخليقة وأنه على الرغم من اتفاق كافة النصوص المقدسة والمذاهب الفلسفية على هذا التنوع والاختلاف باعتباره مصدر إسراء وقوة للإنسانية إلا أن غياب الإدارة الرشيدة له خلق تحديات كثيرة ومآسي إنسانية يندى لها الجبين البشري تعالوا نشوف جزء من كلمة سيادة المستشار حنفي في جبالي ونرجع مع حضراتكم ولم يقتصر الدور المصري في مكافحة خطاب التطرف على الصعيد الوطني فحسب بل امتد إلى الإطار العالمي السيدات والسادة الحضور لعلكم تتفقون معي أنه لا يوجد هدف أسماء من تعزيز التآخي الإنساني والتعايش المشترك تحقيقا للأمن والسلم العالمي وهذا الهدف يحتاج إلى إرادة جادة منا جميعا ومن هنا أتوجه إليكم بحديث سلام من مصر إلى العالم انبذوا دعوات التعصب والكراهية فنحن في هذا المنعطف الخطير من الازمات العالميه الاستثنائيه احوج ما نكون الى التعايش المشترك وتغليب لغه الحوار القائمه على احترام وقبول الاخر عندها فقط سينعم عالمنا بالسلام وتعيش شعوبنا في امان ورخاء وازدهار وهذا ما ننشده جميعا هيا اروح مع حضراتكم للازمه الماليه العالميه التي تلوح بتدخل وزاره الخزانه الامريكيه في عدم قدره عملاء بنك سيليكون فالي او وادي السيليكون الامريكي اللي اعلن عن افلاسه في التواصل او يعني الحصول على اجزاء من مدخراتهم في هذا البنك وما الى ذلك. بعد يومين بس من اغلاق سلطات كاليفورنيا بنك سيليكون فالي في انهيار مالي طبعا يمثل ما يقارب الفضيحه وادى لاضطراب الاسواق العالميه وترك مليارات الدولارات من الودائع الخاصه بشركات ومستثمرين عالقه بعد يومين بس المشرعون في الولايه اغلقوا بنك التوقيع في نيويورك فما تداعيات هذه الازمه؟ أه أه بعد فشل بنك التوقيع ثالث اكبر فشل في تاريخ الولايات المتحده أه ما ينذر بتكرار الازمه الماليه العالميه الخاصه ب 2008 واحنا بنعدي بازمه اقوى منها الحقيقه دلوقتي بحسب صحيفه لوبيراسيون الفرنسيه جاء افلاس بنك التوقيع في اعقاب اغلاق بنك سيليكون فالي الجمعه وهو اكبر فشل منذ انهيار واشنطن أه ميوتشوال في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية في هذا الوقت لا تزال واشنطن ميوتشوال تصنف على أنها أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة وزارة الخزانة الأمريكية والجهات التنظيمية الأخرى للبنوك أعلنت في بيان مشترك الأحد أن جميع المدعين في بنك التوقيع سيصبحون آه لن يتحمل دفع الضرائب اية خسائر سيصبحون كاملين مش فاهم يعني ايه كاملين الاستاذ السيد خضر الخبير الاقتصادي مساء الخير يا فندم مساء الخير على حضرتك يا استاذ ايهاب خلينا نبتدي مع حضرتك يعني ايه آه الكلام اللي اتقال في لوبيراسيون الفرنسيه انه البيان بتاع الجهات الماليه في امريكا قال ان جميع المودعين في بنك التوقيع سيصبحون كاملين يعني ايه وبعدها ولن يتحمل دفع الضرائب اية خسائر، يعني ايه سيصبحون كاملين ولا الكلمة مش مظبوطة ولا ايه؟ هو طبعا خليني أقول لحضرتك في البداية طبعا اللي بيحدث على الأوضاع الداخلية في الاقتصاد الأمريكي ده دليل على فشل ذريع في النظام المصرفي في استخدام السياسات الاقتصادية والمتمثلة في السياسة النقدية. <applause> طبعا الفيدرال الأمريكي خلال الفترة الأخيرة طبعا <applause> كان يريد إغراق الاقتصاديات العالمية طبعا من خلال الاستمرار في رفع معدلات سعر الفايدة وده طبعا خلينا بيدخلنا في اتجاه أو منحنى خطير جدا على الاقتصاديات العالمية وخصوصا الاقتصاديات الناشئة أيه؟ وده النهاردة بدأ نتائج تلك السياسات المتغطرسة اللي بتستخدمها اللي هي بهدلت معاها كل السياسات الدولية المالية يعني طبعا فده طبعا نتائج النهارده تلك السياسات المريبه والمخيفه على الاقتصاديات بدليل تم طبعا افلاس حوالي ثلاث بنوك واعتقد ان هيكون في بنوك اخرى هو طبعا ده خلينا نقول ان هو هياثر طبعا على موارد الخزانه الامريكيه اللي هي بتقول ان هي بالنسبه لي ودائع العملاء ان هي تقدر تغطي تلك الودائع لحد رقم معين اعتقد هيكون حوالي 250 الف دولار اكثر طب من كده السؤال كدا. السؤال الاهم يا استاذ سيد هل ده هيبهدلنا زياده يعني دلوقتي هي امريكا برضو عامله نظام مالي كان قوي والعالم طبعا. كله لما بيتعامل مع بعضه بيؤدي للنظام السويفت الامريكي عشان كده دي العائق الكبير قدام تبادل العملات او التعامل بالعملات الاخرى زي الين زي الروبل زي, زي 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 اليوان زي الجنيه فلما حاولت تنقذ اقتصادها بهدلتنا معاها هل وهي طبعاً. دلوقتي بتدفع ثمن المحاولات الفاشله لانقاذ اقتصادها هتبهدلنا معاها برضو؟ احنا كاقتصاد الاقتصاد المصري اعتقد مش هنتاثر بشكل كبير من التداعيات اللي بتحصل في امريكا ولكن هيكون في تاثير على المستوى العالمي لان طبعا البنوك دي لها اسهم كبيره جدا خاصة الدول الأوروبية طبعا لها أسهم في البنوك الصين لها أسهم في البنوك فبالتالي هيكون لها تأثير سلبي على أداء تلك الأسهم في البورصة العالمية أيضا فكرة تكاليف الاقتراض والعمليات الاقراض دي برضو ارتفعت بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وده هيكون لها تأثير طبعا على الاستثمارات خلال الفترة المقبله أوه. كمان خلينا نقول في قطاع هل مهم الاستثمارات جدا الاستثمارات تقصد الاستثمارات الامريكيه مثلا عندنا ولا تقصد ايه بالاستثمارات؟ تاثيرها على الاستثمارات يعني لو حد جاي لنا من فرنسا عايز يستثمر عندنا اللي حاصل في امريكا ده ياثر عليه؟ لا احنا احنا كتاثير احنا زي ما قلت لحضرتك احنا مش هنتاثر تمام. اطلاقا أوكي. ولكن انا بتكلم على التاثير الداخلي للاقتصاد الامريكي تمام. اه تمام اه, اه في عمليه جذب الاستثمارات لان طبعا اعتقد ان الفدرال الامريكي برضه هيفضل مستمر في رفع اسعار الفايده خلال الفتره القادمه طبعا في ظل الارتفاع المخيف لمعدلات التضخم في الاقتصاد الامريكي لكن انا بشوف انا بشوف ان احنا كاقتصاد مصري احنا الحمد لله في منطقة آمنة جدا في البنوك ما عندناش طبعا ما عندناش طبعا ودائع ولا حاجة في البنوك دي طبعا اه اه ودي, ودي حاجة مهمة جدا ان احنا ما يعني الاقتصاد المصري ولا البنك المركزي ولا الشركات لديها طبعا اي ودائع في البنوك اللي تم اعلان افلاسها خلال الايام الماضية بشكرك آه وده كان جزء برضو من تصريحات وزير المالية المصري ان احنا مش مش مساهمين بأي شكل في في سيليكون فالي بس واضح كمان بقى انه كمان بنك التوقيع وبتتوالى افلاس افلاسات البنوك الامريكيه وربنا يستر على هذه الدوله وعلى هذا الشعب اللي يعني بيصل الى 400 مليون بني ادم وفي كثير منهم تعرفين عارفين امريكا اولا انا بشكر الاستاذ سيد خضر الخبير الاقتصادي اللي كان معايا على التليفون انتوا عارفين انه أمريكا دايماً تفاخر إن هي الدولة اللي بتحوي كل العالم وإن هي عندها مدن بأسماء القاهرة واسكندرية و ودمشق وبأسماء مدن من الصين يعني هي بتفتخر إن هي بتضم ناس من كل العالم وبعد فترة مش كبيرة بتديهم الجنسية فهي هي, هي دولة من الدول من هذه من مكونات هذه الدول فطبعاً مسألة إن إن تتعرض لكارثة كبيرة زي دي دي مسألة يعني ربنا يستر. طيب آخر خبر معايا النهاردة عن الأرصاد، الجو اللي قال لك إيه الحق طلع البطاطين مرة تانية لأنه السقعة جاية مرة تانية. الأرصاد بتقول اختفاء موجة الأتربة من سماء القاهرة وانخفاض حاد في درجات الحرارة غدا. دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه بيعلن تفاصيل التوقع والتنبؤ لحاله الارصاد الجويه خلال الفتره القادمه وبيقول ان موجه الاتربه هتختفي من سماء القاهره خلال الساعات المقبله والحقيقه يعني النهارده التراب بدا يخف يعني فعلا ويكون في فرصه طب ما يكون في فرصه افضل من الاستاذ وحيد سعودي خبير الارصاد والتحليل الجويه بدل ما اقرا هو يقول لي مساء الخير يا استاذ وحيد مساء النور يا فندم اهلا يعني حضرتك ممكن تطمن الساده المشاهدين اللي ما بقوش عارفين مع كل الحمد والشكر يعني لله ما بقوش عارفين يلبسوا ايه ولا يعملوا ايه في التراب والحر اللي بعديه برد والحاجات دي احنا رايحين فين الايام اللي جايه هو طبعا احنا على ابواب فصل الربيع حضرتك يعني نعم يعني بز... احنا على ابواب فصل الربيع اه اي فطبعا احنا بنفصلنا عنه يمكن حوالي تقريبا اسبوع تقريبا حضرتك فطبعا شيء طبيعي خلال هذا الوقت من العام بتشهد البلاد تقلبات جويه حاده وسريعه ايوه يعني من الممكن ان حضرتك تشاهد الاربع فصول في يوم واحد ايوه ما بين ارتفاع وانخفاض في الحراره نشاط الرياح سقوط امطار اعتدال في الاحوال الجويه أي. فهو حتى اليوم كانت درجات الحراره ما فيش شك مرتفعه م. وصلت لحوالي 28 و29 درجه م. على القاهره اعتبارا من الغد في انخفاض في درجات الحراره حوالي 6 7 درجات آه طبعا يا. بيصاحب ذلك على معظم انحاء الجمهوريه سقوط للأمطار بتكون غزيره الى حد ما على بعض المناطق زي سينا وطبعا والمدن اللي فيها طبعا حضرتك وعلى سواحلنا الشماليه وقد يمتد تاثير هذه احنا بقينا بنفرح بالامطار الغزيره في منطقه سينا ومنطقه مرسى مطروح لان احنا بنحولها لخير أمطار كبير نا... دلوقتي الزراعه طبعا في كل طبعا. المناطق دي طبعا. بتعتمد على الامطار الموسميه طبعا أيوة آه طبعا فهيبقى في طبعا نشاط رياح برضو بس يعني ايه محتمل يعني مش هياثر على الانشطه اليوميه او على حركه الملاحه البحريه طب انخفاض آه درجات طب الحراره ده يستمر قد ايه؟ هل متوقع يبقى آه في موجه قريبه من, ال... من ال... ارتفاعها تاني؟ اه في ارتفاع تاني حضرتك بس بشكل مؤقت آه يوم الخميس والجمعه والجو... والسبت حضرتك. اه وبعدين تعاود انخفاضها مره اخرى. وده اللي انا كنت بقول عليه في الاول آه ان احنا الفتره دي فتره تقلبات جويه حاده وسريعه ننتهز الفرصه وندي النصيحه بعدم تخفيف الملابس. دي نصيحه لان النزلات البرد شديده قوي اليومين دول وكثيره لان شايف في ناس كتيرة جدا بدات تلبس ملابس صيفيه حضرتك هو حضرتك يا استاذ وحيد برضو لما الواحد ما بيلبسش ملابس خفيفه والجو يبقى 25 و27 بيلاقي أي. ان جسمه عرق وبقى عرضه اكبر برضو لنزلات البرد لا حضرتك هو يعني بقول لك تلبس حاجه مثلا سيمي زون كده حضرتك آه يعني اه سيمي سيزون بتنفع آه آه في كل الفصول بشكرك كل اه تحت امرك شكرا جزيلا للاستاذ وحيد سعودي خبير الارصاد والتحاليل الجويه احنا خلاص هنروح لفاصل عشان نستقبل ضيفنا دكتور محمد اليمن اليمني خبير الشؤون الاقليميه لكن هنسيبكم مع فيديو آه خاص بقبول دفعه جديده من المتطوعين وقصاص الاثر للانضمام لصفوف القوات المسلحه واصبحت القوات المسلحه المصريه تفاخر على العالم بهذا التخصص الجديد لانها استطاعت بي ان تحارب في وسط الصحراء آه هذه الشرازم من الارهابيين وبتحاول الدول العظمى تاخد تجربه مصر ازاي بتحارب في هذا العراء بهذا الشكل قصصي الاثر بيكون لهم دور كبير في هذا الامر. صدق الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي. على الاعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الادلاء قصاص الاثر لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من يوم السبت الموافق الاول من ابريل 2023 كما صدق على الاعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2023 والمقرر استقبالهم اعتبارا من يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من مارس 2023 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد محمد صبح مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذي أشار فيه أيضا إلى التيسيرات التي تقدم لأبناء المحافظات النائية توجيهات القيادة العامة بصفة مستمرة على تقديم كل سبل التيسيرات والدعم لأبناء المناطق الحدودية طبعا حضراتكم عارفين المسافات الشاسعة جدا اللي هتحمل الشاب مشقه وعناء السفر ماديا ومعنويا علشان ينهي موقفه التجنيدي فتوجيهات القياده العامه ان احنا بشكل اساسي ودوري بنطلع لجان تجنيديه الى المناطق الحدوديه واحنا حاليا دلوقتي قاعدين في المؤتمر الصحفي وعندنا لجنتين لجنه في جنوب سيناء ولجنه في شلاتين شغاله النهارده وبكره في شلاتين وابو رماد ويوم الأربعاء إن شاء الله هتبقى في حلايب ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوه بنقدم لهم الوثائق التجنيديه وبدون أي رسوم. كما أكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة على عدم التعامل مع الأشخاص الذين يوهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحة. اللي أنا عاوز أقوله للشباب ولذويهم للأب والأم، أوعى تتخيل إن في حد هياخد مقابل مادي عشان يقدم خدمة لابنك أولاً الإجراءات عندنا بتتم بشكل إلكتروني كامل يعني ابنك اسأله هتلاقيه دخل الاختبار قاعد على جهاز كمبيوتر النتيجة بتاعته طلعت وهو لسه قاعد وللمزيد من المعلومات عن شروط التحاق المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني إيجي وللتعرف على الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكتروني ورقمه 15 -4 اهلا بحضراتكم معانا مره ثانيه بيشرفني في استوديو مساء الخير أن يكون ضيفي النهارده دكتور محمد اليمني خبير الشان الاقليمي اهلا بيك دكتور اهلا بيك يا دكتور محمد قبل الهواء قلت لي عايز تعلق على موضوع التقارب الايراني السعودي قبل ما اسالك عن الدنمارك قول لنا توقعات حضرتك ايه لهذا التقارب انا اتوقع بان بالفعل الوساطه الصينيه لان كما نعلم يعني بان الوساطه العراقيه وسلطنه عمان يعني لم تغني او تسمن من جوع بمعنى أن الصين في أربع شهور أو أقل من ثلاثة أشهر يعني كانت قادرة في التقارب وجهات النظر في هذا التطبيع لأن خليني أتكلم معك بأن التبادل التجاري على مدار 25 سنة مقبلين مع الجانب الإيراني يزيد عن 500 مليار دولار هذا حجم بين تجاري بين إيران ومين؟ والصين والصين, أوكي. والصين. أوكي. لأن أيضا حتى السعودية كشاهدنا في اللقاءات الماضيه بين الجانب الصيني وبين الجانب السعودي ايضا اتفاقيات كثيره جدا وهذه الاتفاقيات تصب في مصلحه الاقتصاد لان الصين اخيرا واختم هذه الاجابه الصين تعتمد على ايران وعلى ايضا المملكه العربيه السعوديه في استيراد الغاز والامن التقوي وايضا النفط من الدرجه الاولى، هي لا تريد تخسر السعوديه، لا تريد ان تخسر ايضا ايران. وهل وهل هتقدر يعني ده بقى النقطه المهمه اللي انت نبهتني ليها قبل الهوا على طول، هل الصين هتضمن ان ايران ما تتصرفش تصرفات عشوائيه ارهابيه مره ثانيه؟ داخل الصين بصواريخ من اليمن باعمال ارهابيه. نعم استاذي اقول لك في بعض المراقبين وبعض المحللين بيقولوا ان الاتفاق ده جه مفاجاه للجانب الامريكي ليس مفاجاه استاذي الكريم. آه. ليه؟ لماذا؟ لان ايضا الولايات المتحده الامريكيه ارهقت من حرب الحرب في اليمن وهي من مصلحتها ان بالفعل يتم التسويه بين الجانب السعودي وبين الحوثيين ولكن بمساعده ايران هل الصين تضمن هذا اقول لك واجزم لك بان بالفعل تضمن هذا لان ايران تنظر الى الصين قوة اقتصادية لإن بعد الرئيس الأسبق دونالد ترامب وفرض العقوبات الكثيرة الاقتصادية على الاقتصاد الإيرانية يعني أدخل إيران في نفق مظلم في هذا التاريخ في 2019 إلى حد هذا التوقيت ما زالت إيران تعاني بجانب الـ 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 يعني الأمور الصعبه جدا وايضا فرض العقوبات بخصوص المساعده الايرانيه بطائرات مسيره الى الجانب الروسي، فرض هذه العقوبات امريكا وايضا الاتحاد الاوروبي. طيب خلاص يعني احنا طبعا الايام هتثبت لنا صحيح آآ ما نتوقعه يسارا او يمينا، مزبط. احنا نتمنى السلام للجميع يعني. أكيد. بس طبعا الانظمه المجرمه ديت اللي هي الطائفيه ديت بصراحه يعني هنشوف هنشوف ايه اللي طيب خلينا نروح بقى الدنمارك ونشوف كده استقبال السيد الرئيس النهارده لميتا فريدريكسن رئيس وزراء الدنمارك والتقارب في وجهات النظر في أكثر من قضيه وفي الاستثمارات وفي الشركات بشكل عام دي اول زياره طبعا لميتا فريدريكسن لمصر بتشوف ده ازاي وبعدين نخش في تفاصيله يعني خليني في البدايه بان تاريخ الدنمارك أو تاريخ مصر مع الدنمارك بدأ بداية في عام 1972 م. بهذا الاتفاق اتفاق تعاون الثقافي والتعليمي والعلمي م. وجاء بعد هذا التاريخ في 2000 1974 أيضا اتفاقيات بخصوص الائتمان وأيضا بخصوص المنطقة أو قناة السويس إلى 2004 أي. أقول لك أنا أرى بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت وخاصه بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه بدا يخرج ببعض لان العلاقات المصريه كان كلها تصب في اوروبا او مع الغرب إيه؟ نرى في الاونه الاخيره ذهب الى الهند وتم أيضا عقد شرقات ويوجد تنبؤ بأن هذه الشركات سوف يكون لها صدد كبير على الجانب المصري شهدنا ايضا الزيارات أو المؤتمرات التي تمت بين الجانب المصري ورومانيا وأيضا اوكرانيا وايطاليا وكرواتيا هذه الدول لماذا الرئيس عبد الفتاح السيسي ذهب الى هذه الدول ذهب الى هذه الدول حتى يتم تعميق الجانب الاقتصادي لان كما نعلم أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على معظم دول العالم وخاصة الدول العظمى مثل ألمانيا وبريطانيا وأيضا إيطاليا وهولندا وفرنسا ناهيك عن الدول الكثيرة والجانب الآخر الدول النامية وأيضا الدول التي هي يعني ناشئة الاقتصاد أو الاقتصاد الناشئ في هذا التوقيت ومصر من هذه الدول، فالرئيس عبد الفتاح السيسي فكر خارج الصندوق لابد من عقد بعض الاتفاقيات حتى ينهض الاقتصاد المصري في بعض البلدان الكثيره ولكن انا تكلمت معك وحضرتك تكلمت معي منذ قليل بخصوص هذه الدول الإسكندفية منها الدنمارك الدنمارك أستاذي الكريم لديها شركات كبيرة جدا مع الجانب المصري مم. أنا أتذكر في عام 2021 تم عقد بخصوص شركة فستاس الدنماركية بخصوص الطاقة المتجددة والطاقة التجديدية وبخصوص أيضا الهيدروجين الأخضر وبعض السفن الدنماركيه وتطوير من قبل الجانب المصري في هذا الاتجاه لان كما نعلم بان الدوله الدنماركيه ترى بان مصر بوابه لدى افريقيا وان مصر لها ثقلها في الشرق الاوسط ليس كلاما رنانا ولكن هذا حقيقي وعلى ارض الواقع وبالفعل يمكن است... يمكن نا. ما بيشغلنيش كثير هم شايفين ايه او ايه المكاسب بتاعتهم لان هم لديهم عقود من الدراسات الاقتصاديه وتراكم الجدوى لكن يشغلني اكتر اسالك احنا بعد تمديد اتفاق الطاقه اللي حصل النهارده و و وتفعيل المساعده العينيه اللي بتقدمها الدنمارك لهذا الاتفاق لمصر ايه اللي ممكن نجنيه من هذه العلاقه الطيبه مع الدنمارك في الافق الجديد بزياره رئيسه الوزراء خليني اتكلم معك أه حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا بخصوص أنا مش يهمني اللي هم هيجنوه ولكن يهمني إيه الداخل لمصر الداخل أه. لمصر كما قلت منذ قليل وأتذكر هذا التاريخ المهم الذي يعني هذه القمة التي تمت في مصر في عام 2022 العام الماضي بعد الحرب الروسية الأوكرانية وهذا المأزق أه الذي يعني تم توريته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدول الاتحاد الأوروبي أه شهدنا المفاوضية بخصوص الاتحاد الاوروبي وايضا اسرائيل وهذه الاتفاقيه التي تمت على الاراضي المصريه بخصوص الغاز يعني لماذا تذكرت هذا التاريخ او هذه القمه لان هذه القمه نابعه بان الاتحاد الاوروبي ينظر الى مصر نظره كبيره نظره استراتيجيه نظره بانها لها بعد اقتصادي مهم يعني افيد واستفيد بالمعنى الاصح اما ما هو الجنيه على او ما هي المكاسب المصريه اولا عقد الشركات هي بمليارات الدولارات خليني اتكلم معك بان التبادل التجاري بين الدنمارك وبين مصر يعني يتجاوز السبعة وعشرين مليار دولار خليني اتكلم معك رقم اكبر من التبادل التجاري بيننا وبين دول عظمى صحيح صحيح أجل. وخلينا اقول لك نقطه مهمه جدا بان الدنمارك تقع المركز 21 عالميا بخصوص الدول المستثمره على الاراضي المصريه خلينا اتكلم معك ايضا انشطه الاستثمار الكبيره او الشهيره في الاستثمار الدنماركي في مصر اهم هو قطاع قطاع الكهرباء كهرباء اه قطاع الكهرباء وقطاع الطاقه هم متمرسين هم يعني لديهم شركات كثيرة جدا ذكرت منها في فيستاس استفي... في وايضا مريكا العالمية والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا بهذه الشركة العالمية بخصوص السفن البحرية خليني اتكلم معك هم آه ايضا يتمكنون بخصوص النقل البحري والزراعة وما شابه ذلك ولكن خليني ايضا اقول لك بان مصر حضرتك ذكرت نقطة مهمة وقلت لي لابد ان تسكن لي بعض المكاسب لمصر هذه المكاسب يعني بدات من بدايه 2004 او 2005 بتصدير مصر بعض السلع وبعض المنتجات الى الجانب الدنماركي خليني اتكلم معك بان التبادل او الاستثمار الدنماركي على الاراضي المصريه يتجاوز مليار و 400 مليون دولار من قبل الجانب الدنماركي هذا ان دل يدل على ان بالفعل يوجد عمق اقتصادي كبير في هذا التوقيت ولكن منذ قليل ذكرت لك بان مصر تتوجه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض المجالات المهمة التي تعود على مصر بالنفع، التي خليني أتكلم معك باللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس شركة ميركل أو ميرك العالمية الدنماركية في 2022 أو حتى أكون دقيقا في التواريخ 2019 يعني هذه الصفقة بين الجانبين يعني قالوا بهذا النص بعض المحللين أو بعض القنوات قالوا بأنه سوف توفر أكثر من مئة ألف فرصة عمل لدى الجانب المصري طيب. هذه أيضا مكاسب كثيرة جدا في هذا التوقيت طيب بالنسبة للرئيس الرئيس النهارده في خلال المؤتمر الصحفي اللي جمع بينه وبين ميت فريدريكسون تحدث عن الطفره والنقله الكبيره للبنيه التحتيه في مصر وانها اصبحت جاهزه لاستقبال استثمارات كثيره وكبيره ولما رئيس الدوله يتكلم بهذه الثقه اذن هناك ما يغازل المستثمر الدنماركي ليستفيد من هذه البنيه التحتيه المتطوره في مصر بتشوف في مجالات جديده ممكن تفتح بناء على هذه النقطه ممكن وارد لان خلينا يعني انا لما تكلمت مع حضرتك من شويه ذكرت بعض الامور والدنمارك يعني هي من الدول لديها استقرار أوه. استقرار اقتصادي طبعا. واستقرار سياسي وايضا دبلوماسي واجتماعي وثقافي م. وتربط ايضا خلينا اتكلم برضو عن نقطه مهمه جدا حتى لا انسى بان يعني يربط الدنمارك ومصر علاقه ثقافيه من الدرجه الاولى حضرتك تعلم ذلك جيدا أي. هذه ايضا نقطه مهمه جدا أي. وكما ذكرت في الاتفاق في عام 1972 م. خلينا ايضا نتكلم في هل وارد بأن الدنمارك سوف تستثمر في بعض المجالات الأخرى وارد ولكن المجالات الواضحة منذ 2005 أو بداية الألفية هي الطاقة الكهرباء الزراعة السفن البحرية هذه الأمور الأربعة أو الخمسة ما هو موضوع السفن اللي أنا قصدت أسأل حضرتك فيه أنه إحنا أصبح لدينا حتى في الأنشطة السابقة المستقرة أصبح لدينا تطور في الاستقبال، يعني النهارده الفريق أسامة ربيع <applause> بيعلن 207 سفينة في الاتجاهين بحمولة ضخمة جدا وده لم يكن ليحدث بحد قوله إلا بعد تنفيذ قناة السويس الجديدة والتوسعات اللي بتتعمل و وال... و و، فإذا حتى في موضوع السفن أنت بقيت النهارده مستعد لاستقبال سفن أكثر عرضا واكثر عمقا مظبوط تمام مزبوط. مساله الطاقه انت مش بتتكلم في كهرباء بس انت النهارده بقيت بتاسس مصنع ضخم جدا للهيدروجين الاخضر ده اللي انا قصدته ان ان البنيه التحتيه الجديده اللي في مصر اللي اتطورت ممكن تجذب إنش... انشطه استثماريه جديده حتى لو في نفس النوع وانا احيي حضرتك فضل. على هذه النقطه فضل. جدا فضل. بخصوص ان حضرتك تكلمت على الطاقة المتجددة أو الهيدروجين، بالفعل تكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجانب الدنماركي بأن يوجد لدينا بنية تحتية قوية قادرة على هذه المشاريع الضخمة وهذه السفن الضخمة وبالفعل الجانب الدنماركي يدرس هذا جيدا أو درس بالفعل هذه هذا المشروع جيدا وبالفعل يوجد ارتباط ويوجد تعاون بين البلدين في هذا هذا المجال، هذه أيضا جزئية مهمة، ولكن لماذا الدنمارك؟ خلينا نتكلم أيضا برضو ونتكلم عن لماذا الدنمارك في هذا التوقيت؟ لأن لما قلت لحضرتك منذ قليل عن الاتفاقية التي تمت بين الجانب الاتحاد الأوروبي وأيضا اسرائيل وأيضا مصر في العام الماضي هذا إن دل يدل أو يفسر هي اتفاقية إسالة الغاز مش كده؟ إسالة, إسالة, الغاز من, من مصر في محطتنا آه حتى حضرتك ممكن يعني تذكرني في الرئيس المصري تكلم في بعض المؤتمرات عن حقل غاز أو يوجد أنا لم أتذكر اسمه جديد في دمياط أيوه. دمياط تكلم عنه هذا الحقل يعني مكسب كبير جدا لمصر بالارقام وليس بالكلام بالارقام وبالفعل المتخصصين الاقتصاديين تكلموا على هذا الحقل فهذه ايضا نقطه ايجابيه سعيد. اما النقطه الاخرى يعني خلينا ايضا نرجع بعض قليلا يعني قليلا عن اللقاءات الاخيره اللقاءات الاخيره بين الجانب المصري والدنماركي ليس فقط في عام 2021 لأن بعض رؤساء الوزراء الخارجية الدنماركيين بدأوا زيارات من عام 2020 أو بداية من جائحة كورونا يعني حضرتك تعلم بعد كوفيد 19 كانت الخسائر كبيرة وفادحة في الاتحاد الأوروبي وعلى مصر وحتى على الدول الفقيرة وغير ذلك أيه. ولكن جاء التعاون أيضا بخصوص اللقاح أو بخصوص العلاج بخصوص كوفيد 19 من قبل الدنمارك إلى الجانب المصري هذه أيضا جزئية مهمة جدا طيب من ضمن الحاجات اللي كانت مهمة النهاردة إن رئيس وزراء الدنمارك هنأت مصر على استضافة كوب 27 وعلى أنها مسألة بالتحديد مصر تقود العالم لمواجهة التغيرات المناخية يعني ايه درجه اهميه ده بالنسبه للدنمارك فكره انه ان مصر عملت جهد كبير جدا لمواجهه التغيرات المناخيه والرئيس كمان النهارده اتكلم على فكره مساعده الدنمارك لمصر في التحول الى الاقتصاد الاخضر صحيح يعني خليني ارجع أيضا وارجع بك لوراء هذا المؤتمر مؤتمر المناخ يعني شهدنا نجاح كبير ونجاح ساحق بالارقام أيوة. على الاراضي المصريه بخصوص تغيير المناخ شهدنا ايضا له تاثيراته في افريقيا، أيه؟ شهدنا ايضا في الولايات المتحده الامريكيه في سلطنه عمان، في الجزائر، في بعض الدول العربيه وغير العربيه تعاني من تغيير المناخ يعني هذا صعب للغايه فمصر حاولت جاهدة بان تضع يعني اهداف او تضع بعض الحلول لمعظم دول العالم بمساعده الدول الكبرى في هذا التوقيت وحضرتك تكلمت منذ قليل بخصوص الهيدروجين الاخضر لدى الجانب الدنماركي ايضا له اهميه كبيره ولكن خلينا ايضا نتكلم بان تحرك الدنماركي لماذا تحرك الدنماركي الى الجانب المصري كما ذكرت منذ قليل قلت لك بانها بوابه لافريقيا خلينا ايضا نتكلم بان بعض الحرب الروسيه الاوكرانيه بعض الدول العظمى أو بعض الدول التي تمتلك من الرفاهية وتمتلك من الاستقرار لأن معظم لأن خليني أقول لك برغم الدول العظمى في هذا التوقيت ولكن لا يتمتعون بالرفاهية لا يتمتعون على الأقل بالاستقرار الاقتصادي شهدنا الاحتجاجات يعني أنا لماذا أتكلم معك في هذا التوقيت بخصوص الاحتجاجات أو حتى أتكلم معك بعدم الاستقرار الاقتصادي لأن هذا أواقع ولأن تحرك التحرك يعني الدنماركي نعم نعم التحرك الدنماركي جاء بناء على بعض بعض الأهداف وبعض الأشياء من قبل الحكومة الدنماركية بأن مصر الآن هي المكسب ومصر مستقرة لأن مصر هي الدولة الوحيدة بعد 2011 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة استقرار منذ 2013 يعني أنا أتذكر عشنا من عام 2011 إلى عام 2013 عام أو عامين في تجاذبات وفي انشقاقات وانقسامات وما شابه وفوضى استاذ الكريم رهيب سياسيا نعم نعم ودينيا واجتماعيا وكل حاجه مظبوط خليني اتكلم معك ايضا بان الجانب الدنماركي حي الجانب المصري بخصوص الارهاب أي. والتطرف وما شابه ذلك هذه ايضا جزئيه ولكن لماذا ايضا ذكرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية مرارا وتكرارا لأن التضخم والركود والبطالة وما شابه ذلك وأيضا ارتفاع الأسعار في دول عظمى مثل بريطانيا وأيضا ألمانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت وأيضا أنا مازلت يعني أجزم بأن الاتحاد الأوروبي تم توريطه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية طبعا. هذه أيضا جزئية مهمة هل الحرب الروسية آه ما زالت لها تاثيراتها ما زالت لها تاثيراتها ما زالت يعني تلقي بظلالها على معظم الدول الناميه نعم استاذي الكريم خليني أختر اذكر اخطر تاثير ان ما حدش عارفه تخلص امتى نعم. يعني ده اخطر تاثير ما فيش دول عارفه تعمل حسابات ولا تعمل خطط طب عايز اسالك اخيرا عن موضوع سد النهضه يعني التقارب اللي السيد الرئيس عبر عنه وقال ان احنا وجدنا تقارب في وجهات النظر بوجود ضروره وجود اتفاق قانوني وملزم بشان سد النهضه هل الدنمارك على مستوى العلاقات السياسيه هل تملك ضغطا ما تاثيرا ما في القرار الاتحاد الاوروبي بشكل عام انه يضغط في في اتجاه هذا الامر والرئيس الحقيقه قال ان احنا صبرنا جدا بمنتهى الاخلاص اكثر من عشر سنين على هذا الاتفاق وعلى هذه التجاوزات الفرديه طبعا اللي من ناحيه واحده في ملء السد اكثر من مره يعني أنا أرى الدنمارك هل قادرة أو ليس قادرة آه ولكن أنا أرى أيضا بأن الموضوع أكبر بكثير من الدنمارك آه وأكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي آه آه يعني أنا شهدت آه الدور المصري الحكيم لأن لولا الدور المصري الحكيم لأن كان ممكن ووارد آه غير الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يشن حرب من قبل اه طبعا وخصوصا ان كان في اصوات ل... في الداخل عماله تقول له اضرب 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 لان ده امن امن يعني ده انا اعتبره امن وجودي يعني ده حاجه يعني مفترض وجودي اه تحدي وجودي لكن الدنمارك ما لهاش دور في هذا الامر لا امر صعب لكن ربما مصر بتحاول تقريب ترتب ان معظم دول الاتحاد الاوروبي فراده أوه. تبقى مقاربه لوجهه نظر نعم مصر نعم في هذا نعم نعم. انا بشكرك جدا شرفتني تحياتي جزيل بحيات. الشكر دكتور محمد اليمني خبير العلاقات الدوليه بمركز الدراسات الاستراتيجيه بشكركم مشاهدينا بكره ان شاء الله حلقه جديده صباح على خير